برافو برافو برافو، نقول لكم مرحبا بكم في بلاطو سمارت جيل. اليوم كما شفتوا الجمهور جانا من الكشافة الإسلامية الجزائرية أمان القاوش بلدية شراقة، تصفيقة كبيرة كبيرة عليكم. أي أي أي، أقولوا لي غير قولوا لي أسكو كاين بدية شابة على هذه؟ أه مكاش. أماني أنتم معايا الجمهور اليوم، نرحبوا بالجمهور اللي يتفرج فينا ونقول له مرحبا بكم في بياسير، وانا وانتم نزيدوا نرحبوا بالفريق الاصفر يتفضل معنا بتصفيقاتكم. مرحبا مرحبا مرحبا. الله يبارك ما شاء الله، صعب عليكم غايه. لاباس لاباس دوك نولي ليكم. ها الفريق الاخضر راهم قلق غنبغي يخرجوا، نعيطوا لهم؟ ها واجدين؟ يلا نرحبوا مع بعض الفريق الاخضر. يا كي غادي ندير انا اليوم؟ قولوا لي كي غادي ندير. على بالكم باللي دائما كيكون كاين بلاطو فيه فريق اناث وفريق اناث منا، اش غادي نقول لكم؟ والله ما عندكم وين تروحوا، لا من ولا من، غادي تنساو العشاء، غادي تنساو كلش اليوم، خاطر غادي يكون تنافس قوي 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 قوي. الور نبدا بالفريق الاصفر. كتكوتا عرفيني بنفسك. هند. ها بصوت عالي باش نسمعك. هند. هند راكي واجده؟ راكي خايفه شويه ولا راكي واجده كاع الكلش؟ واجده واجده. ها وهادو صحاباتك فاميلتك خواتاتك كيفاه؟ صحاباتك. ها صحاباتك صحاباتك تخي بيان. هاي يلا عرفينا بنفسك تي تاني. اميره. امينه. اميره. اميره. أميرة مرحبا بك، كي واجدة أميرة؟ ها؟ الأسئلة، التحديات، كاع اللي كاين هناك واجدات له؟ إيه. تكلوا عليك؟ إيه. طريبية، والأخت؟ أروى. أروى، أروى، هادو صحاباتك؟ يعني تفهمتوا باش تجوا لهنا وتربحوا اليوم؟ إن شاء الله. يلا واجدين؟ هاي تصفيقة كبيرة عليهم. أي يا. جيت عند الفريق الأخضر، الفريق الأخضر نشوفكم غير تضحكوا. ياك غير الخير. ها واجدين؟ ايه. ما كان لا ستريس لا خوف لا والو. انا كيشوف فريق كيما هكا تبان لي باللي موالفين، موالفين تروحوا هكا حصص مسابقات وكاع اول مره. اه ما راكمش خايفين؟ لا لا. هيا صح نبداو نتعرفوا بك. رشيده. صوت عالي. رشيده. رشيده. رشيده شكون هادو؟ اصدقائي. اصدقائك؟ انت اختاريتيهم ولا شكون اختارهم؟ ولا تفهمتوا ما بيناتكم؟ فهمنا. كي واجده؟ واجده. سير. هالضحكه ما تروحش من بعد. ان شاء الله ما تروحش تقعد ديما. هاي تعرفوا بك انتيا. هاجر. هاجر. هاجر قولي لي شكون فيكم نتوما اللي دير الفوضى بزاف، فوضويه هكا و ها؟ كاش. كاع عقلات. كاع عاقلين. انا قالوا لي انتيا في الكوليس. قالوا لي هاجره طاش دير فوضى، تبان عاقله بصح دير فوضى. نضحك معاكم كاش اللي قال لي مرحبا بك وان شاء الله راكي واجده ياك؟ ان شاء الله. ان شاء الله. واخر عضو معكم؟ اميره. اميره. أميرة قولي لي تتكلي على صحاباتك يعاونوك في الأجوبة وكاع؟ نتكل عليهم. باينة باللي غادي يصيبوا الأجوبة، أوكي؟ ها على بركة الله، شنو نديروا؟ نبداو أول مرحلة اليوم اللي هي صحيح أم خطأ؟ اليوم لازم نكملوا البلاطو تاعنا ونشوفوا شكون رابح الأخضر ولا الأصفر، بصح الحاجة الأولى كاع بمن نبدا أنا دروك؟ ها اصفر ولا اخضر؟ اصفر. أه؟ اصفر. نبدا بهم؟ ايه. راكم سير؟ ايه. انا يعجبني الحال على بالكم، هكا سهلتوها عليا، ما نقعد لا نحسب لا نسقسي في الجمهور. ها يا سيدي، راكم واجدين انتم اصفر؟ ولا نبدا بهم هما؟ ولا بكم؟ بيهم. أه؟ بكم؟ اي والله، يلا، واجدين؟ واجدين. اذا السؤال الاول يقول: تملك الجزائر حدودا مع 9 دول إفريقية، صحيح أم خطأ؟ 9 دول إفريقية، كنا نبداو نحسبو مش عارف شحال نصيبو، بالك نصيبو أكثر بالك نصيبو أقل. ها قبل ما يخلص الوقت صحيح أم خطأ؟ خطأ. 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 قالوا خطأ. إجابة صعيبة نعم. أول نقطة صح الجمهور. أول نقطة أنا سمعت تصفيقة كبيرة كبيرة كبيرة. ها وين التصفيقة؟ كبيرة 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 كبيرة. فوالا هكا باش نشجعوهم باش يزيدوا يجيبوا نقاط أكثر. يلا الفريق الأخضر واجدين؟ واجدين. ها السؤال يقول: تقع ساعة بيج بان الشهيرة
في مدينة نيويورك؟ خطأ. صحيح ولا خطأ؟ خطأ. ها كيف عرفتوها باللي خطأ؟ خطأ تشاورنا. خطأ تشاورتو؟ يا سيدي بيج بان هذه شهيرة على كل حال، نيويورك ثاني شهيرة، وهي إجابة قالوا لي خطأ، وأنا نقول لهم باللي إجابتكم صائبة. نعم يلا الفريق الأصفر وجدين، السؤال يقول: يتميز المناخ الموسمي بالجفاف في فصل الصيف، صحيح أم خطأ؟ ها دعلا دعلا قبل ما يخلص الوقت، يلا 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 يلا، صحيح أم خطأ؟ صحيح. أوه إجابة غير صائبة، إجابة غير صائبة، يعني ما يتميزش بالجفاف، يتميز بكثرة الأمطار. معليش زيروا روحكم، ركزوا روحكم باش المرة الجاية يجيبوا جواب صحيح. السؤال يقول للفريق الأخضر: مدينة موروني هي عاصمة جزر القمر، صحيح؟ ها صحيحة. صحيحة. موروني موروني يا موروني، أين تقع يا موروني؟ موروني تقع في مدينة جزر القمر، ثم صح. ها في صحيحة، إجابة صحيحة، ما عملتوش نقطة. هي ماشي مدينة جزر القمر، دولة جزر القمر. ها فريق الأصفر يلا، السؤال يقول: فقر الدم سببه نقص الدم، ها صحيح أم خطأ؟ يلا صحيح أم خطأ قبل ما يخلص الوقت، بقى لكمش الوقت. صحيح. أي 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 أي. إجابة غير صائبة، لازم تركزوا روحكم، ما يعنيش أنه فقر الدم هو نقص الدم، تصفيق عليهم كبيرة. ها يلا تصفيقة كبيرة كبيرة كبيرة، هيا شجعوكم شوية، يلا هيا أوب أوب أوب، هيا نتكلم عليكم باش تركزوا أوكي. يلا الفريق الأخضر بسم الله، السؤال يقول: خلق سيدنا آدم يوم الجمعة، يا درا؟ نعم صحيح. وقتاش الساعة؟ ما على بالناش، ما على بالكمش، جمعة يمكنش اللي على بالها في الحقيقة. بصح نقول لكم باللي إجابة نعم صحيحة. صحيحة نعم. يلا نتكلم عليكم، جيبوا لي إجابة صحيحة دروك أوكي. ها دا 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 السؤال راه جاي، ها هو جا. مدينة ميونخ هي عاصمة ألمانيا، يلا ها تشاوروا مليح تريبيا هكاك باش تعرفوا مدينة ميونخ. أوكي يلا يلا مبقاش الوقت. خطأ. ميونخ إجابة صائبة نعم خطأ، برلين هي عاصمة ألمانيا. السؤال الأخير وكان ما تجاوبوهش رايحين اللي عندهم فرصة كبيرة باش يتقدموا هما تاني. يلا السؤال يقول للفريق الأخضر: الهند أكبر دولة من حيث عدد السكان، الهند. خطأ. شتوهم انتوما؟ قرينا عليها. قريتوا عليها يا سيدي، باش قريتوا عليها يا سيدي شندير انا شنقول؟ ها نقول لكم باللي قرايتكم صائبة نعم. الآن عفوا الآن كملنا المرحلة الأولى بأربع نقاط للفريق الأخضر ونقطتين للفريق الأصفر. أوكي بعد ما كملنا المرحلة الأولى، ها سيدي ولا بد، وين نروحوا للمرحلة الثانية؟ شكون هنا فيكم يقدر يعطيني المرحلة الثانية شنو نديروا فيها؟ تسمى حفظتوها زعما ماشي حاجة جديدة، قولوا لي هو التحدي. نعم التحدي، نجيبوا هنا لي تشالنج ونشوفوا كيفاه راح يكون تشالنج تاع اليوم وشكون يربح، اخضر ام اصفر؟ واش رايكم مع الجمهور مباشرة؟ نقول لكم يلا رايحين نروحوا لفقرة التحدي.
وانا والجمهور شا غادي نديرو؟ نبداو نحاسبو لهم من الواحد لثلاثة، بصح غادي ما يأمنوش عقلهم كيفاش غادي نحاسبو. هيا ها انطلاق، وكاين دقيقة للعب. يلا 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 هوب، خطي مليح خطي مليح، يلا يلا خطي مليح، با 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 هاي، يلا يلا ها ريحي مكانك، يلا يلا اوبا ها ها ركزي روحك، هب 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 يلا يلا ها يلا زيدي زيدي ها ها اوبا با با يلا 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 اي 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 الضربي مليح اي اي بالعقل اي 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 هاي 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 اوب الضربي في الارض مليح يلا يلا اوب اي يلا يلا ربي اي 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 يلا 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 فريق الاصفر متقدم اوه 10 ثواني 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ريحو كيما راكم ما كاش لي يتحرك ما تحركيش ما تحركيش قولي كيما راك يلا الى اماكنكم يعني البلاطو تعمر نبولات لاول مره في هذا التشالنج يكملوا النبولات اودي عفوا الكريات بقات ولا كره هنا وما بقات ولا كره هنا اوكي ها يلا نبداو بالفريق الاخضر اي 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 يا درا هو يا درا يا درا هادو فارغين يلا جمهور شو نديرو نبداو نحسبو صاي وين خمسة؟ وين بدي دي لهم نقطة ولا كي؟ ها؟ كتكوتة جميلة يلا آي 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 كي غادي ندير أنا دروك؟ أنا مانيش عارف أنا نشوف فيها أنا نشم ريحة التعادل هذه فارغة يلا جمهور التعادل انا كنت نستنى هذه اللحظه باش نقول باللي اول مره يتعادلوا فريقين في التشالنج تصفيق عليهم يلا مع بعض نقولوا للجمهور رايحين فقره اختبر معلوماتك اما الان كاينه حاجه اللي عندي مشكلة فيها مانيش عارف كيفاش نحلها ولكن راح نطلب من غرفة الكنترول يجيبوا لي 1000 فرق ولا 5000 نختاروا ما بيناتهم شكون اللي يبدا الاختيار الاصفر ولا الاخضر عندك اي 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 عندها 10000 اسمعي ما نرجعهاش انايا يلا كاين 100 دينار وكاين العود 100 هي ارواحي وحده فيكم يلا ارواحي يلا وحده فيكم تجي شوفوا انتم حتدوا العود تفضلي هنا عندي وانت يا حتدي ها شو تدي قلتي لي 100 تبغي الدراهم خيرت ال 100 ال 100 العود الحيوان مليح ها يلا بسم الله ها انسفي انسفي واحد زوج ثلاثة انت هي 100 وهي العود 100 100 يعني الفريق الاخضر راح يختار الاول يلا الى مكانكم ها وال10000 راحت ال10000 راحت باي باي يلا الان نشوفوا المواد في الشاشه الكبيره وش الفريق الاخضر يقدر يختار اول ماده تجي سهله يا درا ها واش تختاروا كماده في الشاشة الكبيرة اللي راهي مورانا ثقافة عامة جغرافيا فيزياء مادة اللي تختاروها الآن على الشاشة الكبيرة واش تخير فيزياء عارفي سمعت قلت انا نعرفها ها نشوفوا الفيزياء يا سيدي نشوفوا واش تقدر
يطيح سؤال في الفيزياء ونشوفوا إلا تعرف السؤال ولا لا. ها الاش سي ال صيغة كيميائية لعنصر يدعى غاز ثاني أكسيد الكربون أو غاز كلور صوديوم أو غاز كلور الهيدروجين. آي 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 يلا تشاورتوا. ها ها مولات الفيزياء اللي قلت لهم نعرف وين هاي الإجابة. ها صحيح ما عندناش الوقت بزاف. غاز كلور الهيدروجين. غاز كلور الهيدروجين. اسكو قولي لي اسكو راكي متاكده؟ متاكده سير 100%؟ ولو كان تكون اجابه خاطئه كي نديرو لك؟ معليش. اه معليش ابتسامه هذه تقعد. يلا شوفوا يدي وراهي شوفوا. هاي يدي هاي يدي هاي يدي وين نحطها؟ نحطها في الاجابه ونشوفوا. اه نجي من نجي من نجي من ها نحطها في الاجابه ونشوفوا. واحد زوج ثلاثه. كنت خايف عليك ما تجيبيهاش ولكن برافو عليك برافو. يلا فريق الاصفر ها واش تختاروا؟ يلا فريق الاصفر لغة. ها لغة عربية. لغة عربية هيا ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي سؤال يكون سهل للفريق الاصفر يا ربي. ها السؤال يقول ما نوع الخبر في الجملة التالية؟ الطالب يحب العلم. جملة فعلية، جملة خبرية هذه ولا جملة اسمية؟ ها تشاورتوا؟ جملة ها؟ فعلية اسمية فعلية ها؟ فعلية جملة فعلية جملة فعلية؟ أكدين صاي؟ الجملة راي من؟ أنا نجي من؟ جمهور هيا ديروا قاع بيديكم هاكا معايا شوفوا ها منا من هاك هاك أيا وكاع كي نقول لكم واحد جوج ثلاثة نحطوا يدنا في الإجابة ويا درا صاي لا خطا غادي تندروا ها واحد زوج ثلاثه نعم جمله فعليه صحيحه برافو 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 اوب اوب يس ها الفريق الاخضر ها شو تختاروا يلا العلوم العلوم انتم تحبوا المواد العلميه وانا معكم ومع الجمهور ومع المشاهدين يلا نشوفوا واش يقدر يكون سؤال اليوم في العلوم ها يوجد في قاع المحيط الأطلسي بنية جيولوجية تدعى الانكسارات الفوالق الظاهرة. ماذا يوجد في قاع المحيط الأطلسي؟ يلا يوجد في قاع المحيط الأطلسي بنية جيولوجية تدعى الانكسارات ولا الفوالق ولا الظاهرة؟ الظاهرة ها نحسب الجمهور بحماس يلا برافو 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 عليكم ها يس 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 اذا فريق الاصفر تشاورتوا الماده اللي تختاروها يلا ها جغرافيا الجغرافيا او جغرافيا جغرافيا والجي بي اس نشوفوا الى ماك تي في ولا مش ماك تي في عند فريق الاصفر عندكم جي بي اس عندكمش الانترنت معليش يلا نشوفوا السؤال واش يقدر يكون ما هي عاصمة المملكة العربية السعودية؟ جدة، مكة المكرمة، الرياض. الرياض. علاه؟ الرياض. الرياض، 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 الرياض. ها، الرياض، 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 الرياض. إجابة صحيحة. أنا لافو تاعي اليوم راحت كاع، بصح ما نقدرش ما نعيطش. مانيش عارف علاه، يحكمني الحماس كي تكون الإجابة صحيحة. برافو عليكم، ها. يس 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 اي 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 فريق الاخضر تاريخ انتم على بالكم باللي انا تحب التاريخ شاه تحب التاريخ هاي ايوا هاشتو ناس على بالهم يلا مع بعض نشوفوا شا كاين سؤال في التاريخ يا درا التاريخ ما هي عاصمه الدوله العباسيه قديما بغداد القاهره المدينه المنوره تشاوروا تشاوروا ها واش ديروا روحكم كابابري يجيبوا اجابه خاطئه ولا شوفوا كش وين الاجابه الصحيحه ها لا القاهره الوقت ما كاش اعطوني اجابه الان القاهره القاهره الدوله العباسيه الدوله العباسيه استناها شنو نقول لكم هذه اليد
على بالي باللي غادي توجعني بزاف بزاف بزاف. اي اي اجابه خاطئه، اجابه خاطئه. الان فرصه للفريق الاصفر، عندكم فرصه ذهبيه باش تقدموا، لانه موراها راح تزيدوا تختاروا انتوما ماده، ولو كان تجيبهم فيزو صحيح تتعدلوا. يلا، بغداد ام المدينه المنوره؟ بغداد. بغداد 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 يا بغداد. بغداد عاصمة العراق، كانت هي عاصمة الدولة العباسية. نعم، برافو. تاع الجمهور ورايت صفيغة الكبيرة الكبيرة الكبيرة. ها ها يا 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 يس 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 يس. صحيت. قات الآن آخر مادة اللي هي الرياضة. من عندكم الفريق الأصفر فرصة تاعكم. يلا مع بعض نشوفوا واش يقدر يكون سؤال في الرياضة. كم طول المضمار في سباقات ألعاب القوى؟ 400 متر، 600 متر، 800 متر. ها هذاك المضمار اللي يجري فيه ذاك الأحمر هذاك، شو تعرفوه في السطاد؟ وين يجري يجروا الألعاب، يعني الرياضيين اللي يديروا ألعاب القوى والسباقات. يلا ما عندكمش وقت. 600 600 متر. يلا شوفوا الإجابة. 600 متر. لو كان نسيو نحسبو، ولكن ما نحسبش. أي أي أي، راحت لكم الفرصة باش تقدموا فريق الأصفر. معليش، الآن رجعت لكم الفرصة. 400 متر، 800 متر، 800 متر، 8. يلا شوف، لو كان نحسبو يعني سي بون. واش لا، وشنو اللي لا؟ ساي 800 متر ديتوها وطلعت العلامه، ما تقدرش تبدل. شوفوا كنا حسبوا يعني التيران تاع الصطاد وين يلعب الاخضر، فيه 100 وشويه. نديروا 100 منا و100 منا ونزيدوا شويه منا وشويه منا، شحال تجي؟ تسمى 200 200 و100 و100، شحال تولي؟ 400. والاجابه خاطئه تاع 800. نعم للاسف 400 هي الاجابه الصحيحه. والآن كملنا المرحلة الثالثة بفوز الفريق الأخضر بست نقاط لأربعة، خمسة نقاط. نعم تصفيق عليهم. ولكن 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 مازال ما ربحتوش، باقي مرحلة اللي راني رايح لها وراهي جاية بعيدة، وجاية هي التالية، هي مرحلة ها أكمل الفراغ. مرحلة نجيبوا فيها أنشودة ولا شعر موسيقى ولا أغنية قديمة ولا جديدة، ونحو لها مقطع ونشوفوا إجابة من عند الفريقين. يلا مباشرة مع الجمهور تاعي نقول لكم رايحين نروحوا لفقرة أكمل الفراغ. إذن وصلنا لمرحلة الحسم اللي هي مرحلة إملاء الفراغ. على بالكم باللي دائما في الاعداد تاع سمارت جيل نجيبوا شعره موسيقيه ولا انشوده ولا اغنيه قديمه لهذا الجيل، جيل سمارت جيل. ونشوفكم اذا تقدروا تعرفوا هذا الشعره ولا هذه الانشوده، خاصه لما نحوا الكلمه وانتم اللي ديروا املاء هذاك الفراغ في اللوحه اللي عطيناها لكم. اذا اليوم كاين شعره موسيقيه تاع رسوم متحركه، انتم تموتوا على الرسوم المتحركه، بصح يا درا اذا تعرفوا هذه الرسوم المتحركه ولا لا. حتى المشاهدين نشوفوا اذا يعرفوهم ولا يولي عندهم حنين الى الماضي. ها يلا نكتشفوا مع بعض هاد الشعره الموسيقيه والمقطع الموسيقي. يلا يس بوكيمون بيكاتشو بيكا بيكا، تعقلوا عليه؟ ها ما تعرفوش؟ شكون يعرف بوكيمون؟ ها اروح 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 يا صاحبي. بوكيمون انت كنت مازال ما زدتش. الله إيه صحاني عرفت. هيا كتبوا لنا كتبوا لنا كتبوا لنا بيد ما تكتبوا سقسيك. انت تفرج في بوكيمون؟ شنو يعجبك في بوكيمون؟ شكون يعجبك؟ هذاك الاصفر بيكاتشو، كيدير كيدير بيكاتشو؟ ها كيدير؟ ويطلع لك تريسيتي من يدو. ها انت في ميزك زعما؟ ها يلا هاي يلا مع بعض غادي نقول لهم يرفعوا اللوحات. ها يلا ارفعوا اللوحات. اللي ما كتبش غادي تروح له النقطة، نحسب على ثلاثة، اللي ما يرفعش اللوحة تروح له النقطة. واحد، زوج،
ثلاثة نرفعوا اللوحات. بيكاتشو المكان. بيكاتشو قال لك وقلنا قال لك المكان. يلا رايحين رايحين نديكوفريو الإجابة الصحيحة عن طريق سماع المقطع. يلا المكان ولا بيكاتشو. يا 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 يا. شوفوا على بالي على بالي ما ديروش عليا راني كبير تعال دوك وليت صغير كيما نتوما. ها بوكيمون بوكيمون هذاك بيكاتشو هكا يجي يضربها وتخرج لها هذيك العفسه شفتها. ها بصح الإجابة السلام وليس المكان وليس بيكاتشو. إجابات خاطئة لزوج معليش هكا صفقوا عليها. ها يلا يلا نروح على مكانك صديقي الصغير. شنو نقول لكم؟ يلا تعالوا لعندي تعالوا لعندي. ها يلا أنا أقول للمشاهدين يلا أرواحوا لعندي وقفوا معايا. نقول للمشاهدين كملنا الحلقة تاع اليوم بتنافس يعني فارق نقطة والفوز كان للفريق الأخضر. بصحتكم ولكن مكاش خاسر معنا في سمارت جيل. أرواحوا لعندي قدموا لعندي مكاش خاسر معنا في سمارت جيل. معليش مازال خلونا نقول لهم شنو ربحوا. معليش تعانقوا تعانقوا. انا نقول لكم باللي الفريق الاصفر ربح معنا قسيمه شراء 5000 دينار جزائري لكل وحده فيكم من عند الواحه. تروحوا المركز التجاري تاعهم وتشروا واش حبيتوا ب 5000 دينار دينار جزائري للوحده فيكم. يعني تي 5000 دينار 5000 دينار 5000 دينار هي 500 تفي غاليهم. ها طيب يا الفريق الأخضر ربحتوا من عند دولسي سعول 20000 دينار جزائري جملين الوحدة فيكم جملين جملين جملين. تروحوا تشوفهم كيما تبغوا وفواش تبغوا وإن شاء الله تتفادوا منهم في أمور هادفة. ها من عند دولسي سعول. نعم دولسي سعول هي اللي عطاتكم الجملين الوحدة فيكم. تصفيقة كبيرة على الفريقين في زوج. ها ونقولوا باللي للمشاهدين وين نتلاقاو السمانه الجايه الاسبوع القادم في نفس البلاطو في نفس الساعه. قولوا لي الجمهور وين نتلاقاو في سمارت جيل. الى اللقاء نتلاقاو الاسبوع القادم في سمارت جيل.